دونك الدكتور الزرق وديع مدير المستشفى الاقليمي الخطر السوسي بيوغرا و اختصاصي في الجراحه العامه. دونك ندخلوا في الموضوع. السيده دخلت المستشفى يوم 4/10/2019 على الساعه 11:15 صباحا في حاله مخاط. فحصت من طرف المولده التي بدورها اتصلت بي لتخبرني ان السيده اجريت قير صاريتين ما يصطلح عليه لوتيروس بسيكاتريسيال افيك اون سوسبيسيون دو ماكروزومي، اي ان الحجم الجنين اكبر. السيده كانت متبعه الحمل ديالها في القطاع الخاص. قمت بعمليه قيصريه هي الاولى اللي كانت سميتو لانها حاله مستعجله من خمسه العمليات اللي تجراو في هذا اليوم. وفي التوتال ديال العمليات اللي تجراو هذا اليوم 13 عمليه جراحيه اللي كانت مبرمجه هذا اليوم. كل شيء كان عاديا، بقيت في البلوك مده 3 ساعات تحت الملاحظه، ثم توجهت الى مصلحه الولاده. حظيت كما هو معمول به للعناية كل 4 ساعات من بعد العملية. لم تسجل أي ملاحظة بعد 4 ساعات، 8 ساعات، 12 ساعة، 16 ساعة. السيدة كانت تتجاوب العلاج، كانت في اتصال مباشر مع العائلة ديالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى الساعة 6 صباحا. دونك ما كانش عندنا حتى شي سين اللي تبين بانه راه السيدة في حالة خطورة ولا حالة خطر. دونك وكانت تتواصل كتابة على واتساب مع دونك بليطا دو شوك، مازال ما كاين حتى شي حاجه اللي تتبين بانه كانت في حاله خطر. دونك على الساعه 7 صباحا السيده اغميت عليها. تدخل طبيب المستعجلات وممرض مختص في التخدير وثلاث مولدات لاسعافها، حيث قاموا جميع اللي معروف به في العنايه par le remplissage sérum salé, la transfusion sanguine de 2 kiloglobulates à négatif, la stabilité hémodynamique de la قرر الفريق ارسالها لمصلحه العنايه باكادير، لان كما هو معروف بان المستشفى الاقليمي لا يتوفر على مصلحه العنايه، دونك على جناح العنايه. داروا جميع باش يريكوبيريو ذاك لاري كاردياك، مي السيده توفت على الساعه 9 صباحا. للاشاره أنا الطبيب مختص في الجراحة ومدير مستشفى ما يناهز 5 سنوات. قمت ب 2500 عملية قيصرية ببيوغرا وأكثر من 700 عملية قيصرية بسيدي إيفني. أما الجراحة فأكثر من 3500 عملية جراحية لمدة 5 سنوات. أعمل 24 ساعة على 24 ساعة منذ 2011، رغم القانون يقول لك 20 يوم في 30 يوم. دونك الطبيب الاختصاصي الوحيد في الجراحة العامة في غياب طبيبة الولادة لرخصة مرضية طويلة الأمد ولا تقوم بالحراسة. في الأخير مضاعفة العملية القيصرية واردة في كل لحظة. نحن مستعدون للمحاسبة إذا ثبت تقصيرنا في أداء واجبنا وإذا ثبت إهمالنا في حقنا.